نبدأ إذن من فلسطين، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أول أيام الأعياد اليهودية. هذا وذكرت مصادر إعلام فلسطينية أن جنود الاحتلال انتشروا في ساحات المسجد الأقصى وأخرجوا شبابا من الساحات وعرقلوا دخول المصلين وطلاب المدارس إلى المسجد. المصادر الفلسطينية أضافت أن جماعات يهودية كانت دعت لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى بمناسبة الأعياد اليهودية التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى 26 من ديسمبر الجاري. هذه الإجراءات تتم. هذا وأصيب فلسطينيون بالرصاص الحي خلال عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال المخيم باستخدام تعزيزات عسكرية، وقامت بإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما قامت بمحاصرة المنازل وتنفيذ حملة اعتقالات. شيع الفلسطينيون جنازة شقيقين استشهدا الليلة الماضية في عملية دهس متعمدة نفذها مستوطن إسرائيلي بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس. هذا وأعلنت السلطات الفلسطينية أن الشهيدين كانا يقفان على جانب الطريق، فقام مستوطن إسرائيلي بالانحراف نحوهما بسيارة كان يستقلها وصدمهما بصورة متعمدة، ثم لاذ بالفرار، ما أدى إلى استشهاد أحد الشهيدين على الفور، واستشهد الآخر متأثرا بإصابته. نعمل جنازة لك. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من رام الله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء أهلا بك. لو ما بدأنا في التصعيد الخاص بعشرات المستوطنين الذين بدأوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك ومنع طلاب المدارس الشرعية والمصلين من دخول المسجد، تفاصيل أكثر معك. نعم، أهلا بكم. يعني دائما هناك اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك من قبل غلاة المستوطنين، خاصة في ظل أعياد اليهودية وما تسمى بمجموعة الهيكل المزعوم المتطرفة التي تنشر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتقول لجماعات المستوطنين لاقتحامات وتقودها لاقتحامات مستمرة داخل المسجد الأقصى المبارك. عندما نتحدث عن المسجد الأقصى المبارك، تمنع المرابطين وأيضا المصلين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، لا سيما أيضا طلبة المدارس والمصاطب العلمية داخل المسجد الأقصى المبارك، وتقوم بإخلاء المسجد الأقصى المبارك من المسلمين وأيضا رواد المسجد الأقصى المبارك، واقتحامات متتالية كما تحدثت عنها في موسم ما يسمى بالأعياد اليهودية، وأيضا يعني ضرب للناس بطريقة عشوائية، إطلاق قنابل الغاز والصوت صوب المصلين، خاصة في ظل هذه الاقتحامات لتنفيذ هذه الاقتحامات وعدم تواجد لأي مسلم فلسطيني داخل المسجد الأقصى المبارك. يعني منذ صباح هذا اليوم وجماعة الهيكل المزعوم تنفذ اقتحامات متتالية وواسعة من مجموعات متتالية من المستوطنين داخل المسجد الأقصى المبارك. طيب ولاء، ماذا عن التعامل بين المستوطنين والشبان وكذلك طلاب المدارس الشرعية التي تم منعهم من دخول المسجد؟ هل هناك اشتباكات حدثت؟ كيف كان شكل التعامل بين الطرفين؟
يعني عندما يكون هناك اقتحامات للمستوطنين يبدأ المرابطين بتكبيرات وإعلاء صوت كلمة الله أكبر أمام المستوطنين، ودائما يكون هناك إبعادات بالجملة سواء للمرابطين والمرابطات، لا سيما أيضا حراس المسجد الأقصى المبارك، ومن ثم اعتقالات واسعة للشبان الفلسطينيين وأيضا للمرابطات الفلسطينية داخل المسجد الأقصى المبارك، وربما إبعادات يومية تقوم بها قوات الاحتلال بحقهم، وأيضا التحقيقات المستمرة بوجودهم هناك، ويعني خلال هذه موسم الأعياد التي تسمى بالأعياد اليهودية تقوم قوات الاحتلال ب يعني إبعادات بالجملة سواء للشبان الفلسطينيين أو حتى للمرابطين والمرابطات لإبعادهم عن منطقة البلدة القديمة في القدس المحتلة وأيضا المسجد الأقصى المبارك. أيضا كان هناك تصعيد في مخيم عسكر بالضفة الغربية ولا يتحدث عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وتنفيذ حملة اعتقالات، لو لديك أي تفاصيل أيضا عما أسفرت عنه هذه التصعيدات؟ نعم، عند اقتحام مخيم عسكر قامت قوات الاحتلال بتنفيذ جملة من الاعتقالات طالت العديد من الفلسطينيين. عندما نتحدث عن اقتحام لمخيم عسكر تجاب هذه الاقتحامات أيضا المواجهات، اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وأيضا الشبان الفلسطينيين، قامت بتنفيذ حملة الاعتقالات في ظل يعني وجودها خلال هذا الصباح، لا سيما أيضا في هذه المنطقة شمال الضفة الغربية قامت قوات الاحتلال أو حتى المستوطنين كما تحدثنا عن داس لمواطنين اثنين من مخيم قلنديا كان يتوجهون إلى منطقة الشمال، كان على يعني جانب الطريق، وقاموا بتغيير هذه الإطارات لمركبتهم التي تعطلت بشكل مفاجئ، قام مستوطن بداس مهند وأيضا محمد الشقيقان الذين ارتقيا بهذا يعني بهذه العملية. يعني لو يعني هناك مشاهد قاسية يصعب يعني تفسيرها ويصعب على المشاهد أيضا رؤيتها بهذه يعني الذي قام بها المستوطن بدهس هؤلاء الشبان الفلسطينيين. قيل ولا أنه كانت هناك كاميرات مثبتة قامت برصد هذه العملية. صحيح صحيح، وقام يعني جنود الاحتلال بنشر هذه العملية التي قام بها المستوطن ولاذ بالفرار. لو كان هناك يعني لو فلسطيني قام بتنفيذ هذه العملية لألقي يعني تم اعتقاله فورا وعلى الفور، ولكن يعني ما يسمح للمستوطنين لا يسمح للفلسطينيين بهذه الأرض. الآن يعني مخيم قلنديا يشهد حالة من الحداد، وأيضا منطقة كفر عقب حداد وإضراب شامل على أرواح الشهيدين، وتم تشيع الشهيدين إلى متنهم الأخير في مقبرة مخيم قلنديا. طيب ولا أيضا محافظة الخليل شهدت إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا عند مدخل مخيم العروبة شمال الخليل، لو لديك أيضا تفاصيل حول أسباب هذه المواجهات وما أسفرت عنها؟ اندلاع المواجهات يعني قرب مخيم العروب، عندما نتحدث عن اقتحام لقوات الاحتلال، عندما نتحدث عن يعني إذلال المواطنين على الحواجز العسكرية التي تقام يوميا بشكل يومي على الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم سواء ذاهبين إلى أعمالهم أو حتى يعني خارجين خلال النهار إلى أماكن تصوفهم، تقوم قوات الاحتلال بتضييق الخناق عليهم ومن ثم إذلال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية التي تقام هناك. اندلاع المواجهات قرب مخيم العروب لربما هي يعني ردا على استشهاد الشابين في مخيم قلنديا، يعني شمال الضفة وجنوب الضفة ووسط الضفة تؤازر يعني عائلات الشهداء في اندلاع المواجهات والتصعيد المباشر من قبل قوات الاحتلال أمام الفلسطينيين.
طيب هناك تصريحات ولاء، إذا عدنا للحديث عن اقتحامات عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى، بأن هناك يعني نية يهودية بتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا. كيف يرى الشارع الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين هذه النية، وما هي الممارسات المستقبلية بشأن هذا الأمر تحديدا؟ نعم، المسجد الأقصى يعني لربما بعض الزوار أو السائحين أو المسلمين الذين يتوافدون على المسجد الأقصى المبارك يتطلع إلى هذا التقسيم الزماني والمكاني ونية الاحتلال إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا بوجود الحفريات أسفل المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. يعني نقول لربما هناك تقسيم زماني الآن يحدث بوجود ولاة المستوطنين وتقسيمه. يعني منذ الصباح تنفذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، والحفريات التي تقام أسفل المسجد الأقصى المبارك هي عبارة عن التقسيم المكاني. هذا التقسيم هي نية الاحتلال منذ زمن بعيد لتقسيم المسجد الأقصى للتقسيم الزماني والمكاني، كما هي نيتهم في المسجد الحرم الإبراهيمي الذي قسم زمانيا ومكانيا ويمنع رفع الأذان وتوقيت الأذان في المناسبات الدينية الفلسطينية، وحتى في الأعياد اليهودية تقوم بإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف. لربما في الأيام القادمة سنشهد مواجهات يعني على تقسيم الزماني والمكاني أكثر للمستوطنين واقتحامات أكثر للمستوطنين. الآن هي فقط الاقتحامات في الفترة الصباحية. هناك نية للاحتلال بأن يكون هناك تقسيم زماني ومكاني أكثر عندما يقوم ب يعني كما تتحدث الرواية اليهودية بهدم المسجد الأقصى المبارك ووجود الهيكل المزعوم الذين يزعمون أنه موجود في داخل باحة المسجد الأقصى المبارك. سيكون هناك التقسيم الزماني والمكاني فعليا كما يحدث في الحرم الإبراهيمي. ولا حقيقة هذه التوترات تعيشها مدن عديدة فلسطينية منذ فترة كبيرة. الخارجية الفلسطينية تقول بأن هذه الممارسات الخاصة بالطبع بجنود الاحتلال الإسرائيلي تمثل خطورة كبيرة على القضية الفلسطينية وعلى المفاوضات والمحادثات بين الجانبين. ما هي آخر طبعا البيانات الخاصة بالخارجية الفلسطينية وما تقوله عن هذه الممارسات من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ الشجب والاستنكار والإدانة لما تقوم به قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى وأيضا في الضفة الغربية. عندما نتحدث عن خصوصية المسجد الأقصى، يعني كان هناك في الأعراف والمواثيق الدولية التي تحافظ على كينونة المقدسات الدينية سواء المسيحية والمسلمة داخل القدس المحتلة. هناك العديد من الشجب والاستنكار للوزارة الخارجية الفلسطينية، وأيضا يعني هناك المجتمع الدولي الصامت، فقد من يستنكر ويقول بأن هذه المقدسات خالصة للمسلمين، ولكن ليس هناك فعل على أرض الواقع لمنع هذه الاقتحامات اليهودية التي تقوم بها ولاة جماعات المستوطنين. نعم، شكرا لك ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من رام الله. شكرا جزيلا لك.